السلام عليكم شباب، إن شاء الله النهاردة نتكلم عن ست أربعة، الجزء الخاص بالثري فيز اندكشن موتور أو الاندكشن موتور عامة. الشيت ده أغلبه بيتكلم على السبيد كنترول أوف ثري فيز اندكشن موتور، تمام. المسألة اللي ديت مسألة شبه بتاعت الشيت اللي فات تقريبا، هي هيها بس ممكن نحلها تاني بس بطريقة مختلفة شوية. عند ثري فيز اندكشن موتور rated voltage of frequency has a maximum torque. maximum torque بتاعي 225% من full load torque، يبقى T max على T full load بيساوي 2.25، و starting torque 150% من full load torque، يبقى T starting على T full load بيساوي 1.5. طبعا هيقول لي هنا neglect the stator resistance rotational losses assume rotor resistance، ده كله عشان طبعا تعرف تتعامل مع ان ال T full load على تي ماكس بيساوي 2 اس في الاس بي على اس بي تربيع زائد اس تربيع. ولو عايز التي ستارتنج على تي ماكس يبقى كده كده عند السليب بتاعي بيساوي 1 اللي هي 2 اس بي على اس بي تربيع زائد اس تربيع، تمام. طب انا المسألة اللي عندي دي احلها ازاي؟ هي يعني الفكرة كلها ان انت يعني انت بتبقى عايز تحسب السليب ات ماكسيمم تورك الاس بي والسليب بتاع الفول لود بتاعك اللي انت شغال بيه، طبعا اللي هو الفول لود تورك بتاعك. طبعا يا جماعه اهيت، انا بس عايز حد يبقى ناقلها معلش عشان ايه يبعتها لكم، بحيث يعني يعملها فورد فايل او اي حاجه عشان معلش يعني انا مش فاهم الصراحه، تمام. فتي ماكس على تي فول لود بيساوي 2.25، تي ستارتنج على تي فول لود بيساوي 1.5. انت ممكن تكتب ايه؟ ممكن نعمل ايه مثلا؟ تي ستارتنج على تي ماكس، تمام. تي ستارتنج على تي ماكس هيساوي طبعا دي معلش واحد دي بواحد، لسه طبعا قلناها بواحد يبقى اس هنا بكام؟ بواحد، تمام. يبقى انا عندي هنا تي ستارتنج على تي ماكس اللي هي 2 اس بي على اس بي تربيع زائد 1. هنا انا مش معايا علاقه بين تي ستارتنج والتي ماكس، فممكن اعمل ايه؟ ممكن اضرب هنا في تي ماكس على تي فول لود، يبقى هنا ده هيروح مع ده، يبقى هناك تي ستارتنج على تي فول لود. طبعا لازم هنا تضرب برضه في تي ماكس على تي فول لود بالنسبه لك. فيبقى انت عندك تي ستارتنج على تي فول لود 1.5 يساوي 2 اس بي على اس بي تربيع زائد 1 مضروب في تي ماكس على تي فول لود ب 2.25. طلع من هنا الاس بي، ده اس بي تربيع يعني، هتطلع اس بي مثلا اللي هو 3.82، ده هتقبله. التانية كانت هتطلع تقريبا 2.6، ده مرفوض لأن طبعا الستيب بتاعك ما بين الزيرو وما بين الواحد، أو الإس عامة ما بين الزيرو وما بين الواحد، تمام. طب تاني حاجة أنا عايز الفول لود سبيد أو السليب أت فول لود تورك. ممكن أقول ساعتها إن تي فول لود على تي ماكس، تي فول لود على تي ماكس أهوت بيساوي إيه؟ 2 في الاس اللي انت محتاجها في الاس بي اللي هي 3.82 على 3.82 كل تربيع زائد اس تربيع. طبعا تي فول لود على تي ماكس، انت مش معاك تي فول لود على تي ماكس، بس انت معاك تي ماكس على تي فول لود، بتشيل من هنا وتحط 1 على 2.25، يبقى تعرف هتطلع من هنا الاس هتطلع لك 0.895 والاس التاني هتطلع لك 1.6. طبعا انت طبعا ده هترفضه وده هتقبله. طب لو افترضنا ان مثلا السليب بتاعي طلع من هنا 5.10، هاخد انهي فيهم؟ دايما السليب بتاعك في الفول لود هيبقى اقل من السليب بتاعك هيبقى اقل من الاس بي. ليه؟ لان انا شغال في اللي هي الستيبل ريجون بتاعتي، والستيبل ريجون بتاعتي انا شغال اهو التورك سبيد كيرف شكله مثلا عامل كده. طبعا ده التي ماكس، واللي بيبقى عنده طبعا هو ايه السليب اللي عند التي ماكس اللي هو اس بي. فانا شغال هنا طبعا في اللينير ريجن بتاعتي اللي هي هنا، او قصدي ال الستيبل ريجن او لينير برضه على فكره، احنا ممكن نبقى بعد كده يعني هنبقى بنرسمها بالطريقه دي اللي هي نازله كده او حاجه، تمام، او يعني العكس على حسب انت هترسم ال ان مع التي ولا التي مع ال ان يعني. فده الستيبل ريجن بتاعي وده الانستيبل ريجن. طبعا هنا الاس بتاعتك بزيرو وهنا الاس بون، يبقى انا شغال ما بين ايه؟ ما بين الاس بتاعتي اكبر من او يساوي الزيرو واقل من او يساوي الايه؟ الاس بي.
فدايما الاس اللي انت بتاخدها بتبقى اقل من قيمه الاس بي او الماكسيمم، السليب اللي عنده ماكسيمم تورك بالنسبه له. تمام ماشي، دي مساله دي ما فيهاش اي حاجه. طبعا احنا هنتكلم على السبيد كنترول على الثري فيز اندكشن موتور. انت عايز تتحكم في السرعه، لان بتساوي 1 ناقص اس في الان اس. تمام، والان اس بيساوي 120 في اف على 2 في. انا قدامي حاجه من الاثنين، يا اما بتحكم في السليب يا اما بتحكم في الان اس. يا اما بتحكم في السليب بتاعي، ودي الطرق هناخدها، وده بتحكم في السينكرونس سبيد بتاعتي. طب انا هتحكم في السينكرونس سبيد ازاي؟ قدامك حاجه من الاثنين، يا اما اتحكم في الفريكوانسي يا اما اتحكم في عدد الاقطار. اول طريقه عندي ان انا اتحكم في الفريكوانسي بتاعتي، فريكوانسي كنترول، ودي بقول انها بسميه بانها بتحكم عن طريق الانفرتر بتاعي. تمام، والله انا قلت لك انا بقلل من الاف او هعلي من الاف على حسب ايه؟ على حسب انت طبعا الاف، يعني زودت الاف يبقى بتزود الان اس، زودت الان اس يبقى انت زودت الان، قللت الاف يبقى هتقلل الان اس، وقللت الان اس يبقى هتقلل الان. لو انت فاكر، لو انا كنت بتكلم في الدي سي، طبعا الدي سي بالنسبه لك نسبه الكنترول كان سهل جدا. انت كان عندك ارمتشر كده، والارمتشر ده موجود للملف في الفيلد مثلا، لو ده شنط وده الفي تيرمينال بتاعه، كنت بقول لك ان الاي تتناسب مع الان في الفاي، والان تتناسب مع اي على الفاي كده، والاي بتاعتك بتساوي في تيرمينال ناقص اي ارمتشر في الار ارمتشر سيركت مثلا، عشان لو في انتربول او اي حاجه، وفاي هنا. تقول لك انت بتتحكم عن طريق حاجه من الاثنين، يا اس يا ارمتشر كنترول يا فيلد كنترول بالنسبه لك. طب الارمتشر كنترول كنا بنقول ايه؟ ان انت ما ينفعش تزود الجهد اللي هنا عن الريتد، مظبوط؟ ليه؟ عشان الملف ده ما بيتحمل جهد معين، ما ينفعش ازود عليه. فكنت بعمل ايه؟ يا اما بتحكم في الجهد الفيترمال ده اقلله، فبالتالي السرعه بتقل. يعني انت لو عايز تتحكم من ان اقل من ان ريتد، كنت اتحكم في الارمتشر كنترول، يا اما عن طريق الفولت، يا اما عن طريق ان انا احط مقاومه هنا مع الارمتشر تبقى ار سيريز مثلا. كنت بقلل كده قيمه الايه، السرعه بتاعتك عن قيمه او الان ريتد. الفيلد كنترول انت طبعا مش هينفع تزود الاي اف او الفيلد بتاعك ده، لانك لو زودت الفيد معناه انت هتزود الاي اف، والملف ده بيتحمل اي اف معينه، فاللوسس هتزيد، فبالتالي الملف هينحرق. كنت بعمل ايه في الفيد؟ بقلل الفيد، فبالتالي بعمل ايه في السرعه؟ بزودها. فلو ده انت عايز الان اعلى من الان ريتد بتاعتك، كنت بتقلل من قيمه الفيد. وهنا الفيلد كنترول، فانا كنت عارف ان التورك بتاعك بيتناسب مع الفاي في الاي اي. لما بتقلل الفيد ده التورك بتاعك بيقل، ما انت ما بتاخدش، يعني انت الباور اللي بيطلع من الاله بيساوي تورك في الاوميجا. لو انا شغال عند الريتد يبقى التورك الريتد في الاوميجا الريتد. طب انت عايز تزود السرعه دي عن الاوميجا، تمام؟ هل الاله دي مثلا 5 حصان، هل ينفع تزود السرعه عن 5؟ تزود السرعه بتاعتك مثلا، انا شغال عند 1500 ار بي ام، تزود السرعه عن 1500 ار بي ام وتحط عليها الحمل بتاعك الريتد، اللي يحصل ان الباور اللي هيطلع من الاله ده هيبقى اكبر من اللي تقدر تطلعه، فبالتالي هتنحرق. فبالتالي فيلد كنترول السرعه بتاعتك دي عشان تزودها بتيجي على حساب ايه تاني؟ بتيجي على حساب التورك بتاعك. يبقى انت لما بتزود السرعه عن السرعه الريتد لازم التورك بتاعك يقل. التورك هيقل نتيجه ان الفاي بتاعتك قل. يعني ايه؟ يعني انت الحمل بتاعك لازم تخففه من على الاله عشان تقدر تشيله عن، لو انت عايز تزود السرعه بتاعتك عن السرعات العاديه. ليه؟ عشان يفضل برضه الباور اللي طالع منك اقل من الباور الريتد او بيساوي الباور. فانا اجي هنا في الفريكونسي كنترول اشوف الدنيا معناها هنا. تمام، الاف بتاعتك انا لو قللتها، انت عارف ان الاي بتساوي 4.44% في اف في ان في فاي في الكي دبليو، مظبوط كده؟ الكي دبليو ثابت، او دي تي مش هتفرق، تي فيز فده برضه ثابت، وال 4.44% ثابت. قللت الاف، تمام، قللت الاف، يبقى لو انت مثلا هتشوف بقى انت عايز ايه بالنسبه لك. والله انا عايز بالنسبه لي ان انا اعرف احصل على تي ماكس هنا ثابت او تي كونستانت، يعني كل ما اقلل الاف اعرف احمل الاله بنفس الحمل اللي انا كنت بحمله عليها، مش حمل اقل، وبالتالي انا عايز الفاي بتاعتك يبقى ثابت، فاي كونستانت في الارجاء. يبقى انت عشان تخلي الفاي هنا ثابت لازم تعمل ايه في الاي؟ هي كمان تقل بنفس المقدار. فبشتغل في ريجن دي بما يسمى البي على اف بيساوي كونستانت، يعني كل ما بتقلل الفريكوانسي بتاعك بتقلل الفي بالنسبه لها بنفس المقدار. تمام،
فهو بينقسم الكيرف بتاعك، بينقسم لجزئين. انا هشتغل مع الاف هنا طبعا، هنا الاف بيز مثلا لو انا شغال عند 50 هرتز، طبعا الاف ان اس بيساوي 120 في اف على 2 بي، وده ثابت مثلا، يبقى الان اس بتتناسب مع الاف، يعني ممكن يبقى كانك بترسم مع الان اس برضه. بالنسبه لي هرسم مثلا ايه، ايا كان، هرسم الباور، هرسم التور، عايز ترسم الفي كمان عادي. هنا في الفتره دي احنا اتفقنا على هنا ان انا عايز احصل على تورك بتاعك ثابت، مش تورك، تورك تعرف تشيله ثابت، يعني الحمل الموتور ممكن يشيل تورك ثابت هنا على حسب الحمل طبعا. فانا هنا بثبت التورك. ثبتت التورك ازاي؟ عن طريق ان انا ثبتت الفاي في الارجل، تمام. طبعا التيار اللي بيبقى مسحوب بيبقى ليه علاقه بالتورك اللي هيتسحب، انما الفيت بتاعك هو بقى ايه، هو اللي انا اتحكمت فيه، اتحكمت انا الفيت بتاعي ثابت. ولو انت مثلا هتجيب هنا ريتد، انا شغال عند الريتد، يبقى انا اعرف اخد الريتد من اول اف بيساوي صفر لحد اف بيساوي 50. طب انت هنا ده السرعه مثلا 1500 ار بي ام، هنا يبقى السرعه بتقل تقل تقل، فانت عارف ان الباور بيساوي تورك في اوميجا. لو انا احصل على نفس التورك الريتد بس السرعه بتاعتك قلت، يبقى الباور هنا في الريجن ديت بيزيد بزياده الفريكونسي او بزياده الاوميجا، لان التورك ثابت والاوميجا بتتغير، يبقى الباور هو كمان بيتغير لحد هنا. فالمنطقه دي بسميها الكونستانت تورك ريجن، ودي بتبقى في على اف بيساوي كونستانت. لو رسمت ال V برضه هيبقى بنفس الشكل كده، ده خط مستقيم، تمام. طب بعد ال F بيز، لو خدت بالك، لو انت زودت ال F وعملت نفس اللي انت كنت بتعمله، ال E بتاعتك دي لو زودتها وال V هتبقى زادت عن الريتد، فمش هيقدر تتعامل الملفات، فانا لازم احافظ على ال E بتاعتك بيساوي كونستانت، F اعلى من ال F بيز، فبالتالي 4.44 من 100 في F في N في باي او T فيز في كي دبليو، تمام. انت بتزود ده ولازم تحافظ على الايه ده كونستانت، يبقى ايه اللي يحصل عندك؟ الفيد بتاعك لازم يقل، فالفيد لما يقل يبقى التورك كمان قل، فتلاقي الحته دي ان التورك بتاعك بيقل كده. طبعا هو مش خط مستقيم قوي لكن بيبقى مايل، ولكن ده كان هنتكلم فيه ان شاء الله بالدرايف براحتك. فالمنطقه دي بسميها ايه؟ بسميها كونستانت باور ريجن، كونستانت باور ريجن، كونستانت باور ريجن بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت الباور بتاعك بيساوي تورك في اوميجا. انا هنا اشتغلت عند الريتد، تمام. لما هزود السرعه بتاعتك على السرعه الريتد لازم التورك بتاعك اللي يحصل فيه تورك بيقل، فانت كل ما تزود السرعه التورك بيقل، بحيث ان هنا دايما يبقى ده بي ريتد بالنسبه لك، ما يزيدش عن كده عشان الايه الموتور ما يحصلوش اي مشاكل، تمام. طبعا دي بسميها برضو المنطقه دي ممكن اكتب عليها فلكس ويكنينج، فلكس ويكنينج ريجن. انا كنت مهتم ان انا اشرح الحته ديت، وممكن طبعا ما شرحناش باي تفصيل عشان كده كانت خطه في الدرايف رابعه، بس تبقى فاهم الفيزيكس بتاعت ان انت بتشتغل مع ال في على اف هنا في كونستانت، وبعد كده في بيساوي كونستانت هنا او في بيساوي البي ريت، تمام. طب السبيد، التورك سبيد كيرف بالنسبه لك بشكل عامل ازاي؟ بشكل عامل كده، انت برضو الفريكوانسي عندك اف هو بيز، انا شغال ده التورك وده الاف او الان طبعا مش هتفرق. شكل الكيرف بتاعي مثلا عامل كده، ده الاف بيز اهوت، هقلل، تمام. تعرف تحصل على نفس التورك هنا لان في المنطقه دي كونستانت تورك ريجن، انا عايز اشتغل عند الفريكونسي ده شكل الكيرف هيبقى عامل كده، اشتغل عند الفريكونسي ده شكل الكيرف هيبقى عامل كده، اشتغل عند الفريكونسي ده شكل الكيرف هيبقى عامل كده، وهكذا، تمام. طب هتزود الفريكونسي عن الفريكونسي الريتد، ايه اللي يحصل للتورك؟ التورك اللي بشكله بقى بيبقى عامل كده، لا الرسمه شكلها بقى عامل كده، ده كده مثلا كده، وهكذا لحد ما تقل خالص وما تعرفش تجيب تورك كده. فهنا كونستانت تورك ريجن، وهنا كونستانت باور ريجن بالنسبة لك، تمام. طبعا ده بالنسبة للفيزيكس بتاع البتاع دي. طب انا هنشوف المسألة مثلا هتتحل ازاي. طبعا المسائل دي بتعتمد ان انت عارف في قوانين الشيت التاني كويس جدا. يعني ده هنا في المسألة ديت يقول لك طبعا انت لازم في طرق حل في السبيد كنترول لازم تعرف الطريقه اللي انت بتعمل بيها كنترول عشان تعرف تحل ازاي. يعني هشتغل على انفرتر او كده اعرف عشان اعرف القوانين هتبقى عامله ازاي، اشتغل بعد كده فولتج كنترول، اشتغل عن طريق ان انا اضيف مقاومات في لو اند رود، لازم تعرف الطريقه بالظبط هي ايه عشان تعرف تكمل الشغل بتاعك. مديني ار 1 وار 2 داش اكس 1 اكس 2 او داش و
ولما الموتور يشتغل half of its rated voltage و25 هرتز frequency. يعني اشتغل دلوقتي عندي نص ال rated voltage و25 هرتز frequency. يعني الجهد قلل للنص والتردد قلل للنص، يبقى انا شغال في الجزء بتاع ال V على F بيساوي constant وشغال بالانفرتر بتاعه. تمام كده؟ عايز الماكسيمم تورك ات ذس ريديوسد فولتج، يعني كان بقول لك عايز التي ماكس عند ال 25 هرتز، و اللي هي مثلا سميها 2 او ال 25 هرتز ونص الايه؟ نص الريتنج. بس قال لك ايه؟ ان ترمز اوف اتس نورمال فاليو، يعني كانه عايز اداله في حاجه ثانيه، يبقى تي ماكسيمم 2 عايز اداله في ايه؟ في تي ماكس 1 اللي هي لو انت شغال عند الريتد فولت والريتد فريكونسي اللي هي 50 هرتز بالنسبه لك، يعني عايز تي 2 على تي 1. طبعا اول حاجه بتبص لها عشان تشوف هتستخدم قوانين التورك، طبعا احنا كده كده في قوانين التورك بنستخدم الابروكسيميشن، يعني الدائره الابروكسيميتد ان فرع المغناطيس في الاول. دي اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه لي عايز اعرف هل هو مهمل الار 1 والاكس 1 ولا مش مهملهم، عشان اشوف برضه القوانين اللي هشتغل بيها. تمام؟ لا مش مهملهم، يبقى انت عارف ان التي ماكس اصلا بتساوي ايه في العادي، ده الريتد، لو انا شغال ريتد اشتغل الريتد الاول 3 في 1 سكوير على 2 اوميجا اس في 1 على ار 1 زائد جذر التربيع الار 1 تربيع زائد اكس 1 زائد اكس 2 وداش كل تربيع بالنسبه ده تي ماكس 1. تمام؟ طب انا عايز بقى احسب تي ماكس 2، هو طبعا مش مديني الفيهات، فانا لازم هتلاقي حاجه بتطير حاجه. تمام؟ طب تي ماكس 2 دلوقتي ايه اللي حصل؟ بيبقى في حاجه اسمها الفريكوانسي ريشيو. ايه الفريكوانسي ريشيو؟ هي الريشيو بين اف الجديده على اف القديمه، اللي هي اف 1 اف 2 على اف 1. طبعا دي بتبقى اقل من الواحد لانك شغال على في على اف بيساوي كونستنت. لو ده الريتد يبقى الاف اللي انت تشتغل عنه اقل من الريتد، يبقى ده اقل من واحد. طب ايه بقى ايه؟ يعني انا كده بقول فاكتور هينضرب في ايه؟ هنضرب في الفي والاف، لان ده الفاكتور ده انت بتقلل بيه الفي والاف. يعني في الحاله دي المفروض اقول التي ماكس بيساوي ايه؟ هنكتبها في جنب عشان هنحتاج نقسمها مره. تي ماكس بيساوي ايه مثلا؟ هتقول والله 3 تمام على 2 اوميجا اس، الفي 1 تربيع تبقى في 2 تربيع. طب الفي 2 تربيع ديت ايه؟ المفروض سيجما تربيع في في 1 تربيع، هنا سيجما تربيع في في 1 تربيع على ار 1 زائد جذر ار 1 تربيع، هتيجي هنا الاكس 1 الاكس 2 او داش كل تربيع، الاكسات دي داله في الاف، الاف 2 بقى، يبقى برضه عايز تضرب كانها في سيجما تربيع هنا او حاجه، فهتقسم ده كله على سيجما. من الاخر هتلاقي ان القانون بتاعك وانت شغال بالانفرتر بتقسم اي مقاومات عندك على السيجما بتاعك. يعني انا قلت تي ماكس 2، طبعا ده انت خدته في المحاضره يعني، انا قلت اذكرك بيه، 3 في 1 سكوير على 2 اوميجا اس 1 على ار 1 على سيجما زائد جذر التربيع الار 1 على سيجما كل تربيع زائد اكس 1 زائد اكس 2 او داش كل تربيع بالنسبه. تمام؟ طبعا انت خدت بالك ان دي شبه دي، فلما انت هتقسمهم على بعض انت عايز تي ماكس 1 على تي ماكس 2، يبقى تقول او تي ماكس 2 على تي ماكس 1 زي ما هو عايز في المساله، ده هيبقى في المقام هنا، وبعد كده ده في مقام المقام، يبقى هتلاقيها ار 1 زائد الجذر التربيع الار 1 تربيع زائد اكس 1 زائد اكس 2 او داش كل تربيع على ار 1 على سيجما زائد جذر التربيع الار 1 على سيجما كل تربيع زائد اكس 1 زائد اكس 2 او داش كل تربيع. طبعا السيجما بتاعتك اف 2 على اف 1 يعني 25 هرتز على 50 اللي هي بكام؟ بنص. وتعوض هنا في القانون وطلع تي ماكسيموم 2 على تي ماكسيموم 1، هبكتب لك الايه القيمه بتاعتها. طبعا تقول لي يا باشمهندس انت قعدت تقول لي الفي على اف بيساوي كونستانت وده كونستانت تورك ريجن، هي ما بتبقاش ثابته قوي كده بس بيبقى فيها نزول شويه. طبعا الكلام ده هنبقى نتكلم في التفاصيل في الدراسه الرابعه، بس يعني عشان ما تفكرش تقول لي طب ما هو المفروض الاثنين يطلعوا ايه الرينج بتاعهم او بتساوي ايكوال 1، لا بيبقى ليها سبب حاول تدور عليه وتفهمه. هقول لك دي تطلع كام، بس تي ماكسيموم 2 على تي ماكسيموم 1 هتطلع لك 0.9059 حاجه شكل كده، حتى 9 من 10 يعني. تمام. تاني حاجه عايز الستارتنج تورك، برضو عايز تي ستارتنج 2 على تي ستارتنج 1 اللي هي عند الايه النورمال فاليو. طب تي ستارتنج 1 لو انت فاكر احنا كنا بنقول البي جاب
تلاتة اي اتنين داش تربيع ار اتنين داش على اس، مظبوط كده. يبقى ال V جاب او التورك بتاعك دي تورك developed في اوميجا اس، يبقى تلاتة اي اتنين داش ار اتنين داش على اس. يبقى هنا التورك developed تلاتة اي اتنين داش على اوميجا دي تربيع طبعا ار اتنين داش على اس. شيل اي اتنين داش وتحطها بقى مكان ايه، زي ما كنا بنشتغل قبل كده بفرع المغناطة ده كده مثلا، ب اللي هو ال V على الأراضي دي كلها. يبقى التورك الستارتنج عامة أو التورك عامة، ما نكتبش تورك الستارتنج، التورك عامة بيساوي ايه؟ تلاتة على أوميجا اس V واحد تربيع على R واحد زائد R اتنين داش على S زائد ده طبعا R تربيع X واحد زائد X اتنين O داش كل تربيع R اتنين داش على S، تمام؟ طبعا لو عايز الـ starting يبقى الـ S بتاعتك بتساوي كام؟ 1، يبقى 3 على أوميجا S في 1 تربيع R واحد زائد R اتنين داش زائد X واحد زائد X اتنين O داش كل تربيع في R اتنين داش. دي تي ستارتنج في الحالة الأولانية. لو أنت عايز تي ستارتنج في الحالة التانية هتعمل إيه؟ تقسم أي R عندك على سيجما، يبقى 3 على أوميجا S في 1 تربيع R1 زائد R2 داش، طبعا هنا في تربيع على سيجما كل تربيع زائد X1 زائد X2 داش كل تربيع R2 داش على سيجما. بالنسبة لك تعرف تطلع تي ستارتنج واحد على تي ستارتنج اتنين، أو تي ستارتنج اتنين على تي ستارتنج واحد بيساوي 1 7 9 3 1. طبعا انت واخد بالك من هنا طبعا من الرسمة، يعني لما بتزود او بتقلل الفريكونسي تورك الستارتنج هو عمال بيزيد. فانت في الحالة التانية لما كنت عند 25 هرتز تورك الستارتنج بالنسبة لك بالنسبة للتورك ده اعلى، فده منطقي. يعني انا عايزك وانت بتحل في المسائل دي يبقى في لوجيك وانت بتحل، اللي هو بحيث الناتج ده مظبوط ولا مش مظبوط شوية كده. يبقى دي أول طريقة قلنا عليها اللي هو تغيير الفريكونسي. ده طبعا أنا لسه في الزوم بتاعة التحكم في الـ NS اللي هي بتساوي 120 في F على 2B. تاني حاجة أتحكم في عدد الأقطاب 2B. أتحكم في عدد الأقطاب إزاي؟ أتحكم في عدد الأقطاب عن طريق حاجة من الاتنين، يا يعني إما الستيتور بتاعك بيبقى ملفوف مثلا، طبعا أنت هتتحكم في عدد الأقطاب يبقى كأنه دبلي وايندنج ستيتور، يعني عندك ملفات اتنين ملفوف، مش دبل لاير، لا دبل وايندنج. يعني انت عندك ملفات، الف الملفات دي مثلا 2 بي بيساوي 4 و2 بي بيساوي 8 في قلب الايه الاستيتور نفسه. طبعا الاستيتور كده هيبقى كبير جدا عشان الميجرا تشيل الملفات بتاعت ال 2 بي ب 4 والملفات 2 بي بيساوي 8، ويبقى طالع لك من هنا كأن ده آلتين مختلفتين. يعني هنا مثلا لو انا شغال سكوير الكيج هيطلع من ده 6 اطراف وده 6 اطراف، وصلت ده بقى ايا يعني كان ستار مثلا او دلتا، تمام؟ وبعد كده تاخد الثلاث اطراف التانيين دول تغذي ده او تغذي ده ايا يعني كان، غذيت ده يشتغل 4 اقطاب، غذيت ده يشتغل 8 اقطاب بالنسبه لي. فيبقى دي الطريقه الاولى ان انا اشتغل دبل وايندنج في الستيتور. طبعا بقى ممكن كلها تسميات تانية يعني زي ما انت خدت في المحاضره. تاني حاجه بشتغل موتور سرعتين، ده بيبقى طبعا كده موتور سرعتين اتنين، غذيت ده بيجيب مثلا ده 1500 RPM ده كان اس، وهنا 750 RPM، تمام. تاني حاجة عندي ممكن تبقى في طريقة اللف نفسها، يعني انت ممكن تجيب ان اس ان اس كونفجريشن معين على حسب اللفات، مثلا هنا مثلا 12 سلوت 12 سلوت 12 سلوت 12 سلوت. ممكن بقى يعني بدل ما الملف ده كله يبقى عبارة عن، طبعا انت بتلف وبقى لك ايه بقى، انت بتطلع مثلا هنا تخش من السلوت الاولانية والتانية والتالتة وهكذا وترجع تكمل على اللي بعده. ممكن بقى تروح واخد من هنا مثلا ملف من النص وكده تاخد طرف تاني طرف تالت طرف رابع، بحيث ان هو بدل ما يجيب لك configuration ان اس ان اس يجيب لك 8 اقطاب ان ان اس ان اس ان اس ان اس وهكذا. يبقى انت عندك كانك موصل 4 موصل 8. الموتور ده موجود في موجود يعني بيسموه بلندر حاجه شبه كده كانجلش يعني، بيسموه بلندر او موتور سرعه. موتور سرعتين ده ممكن تلاقيه فين بقى؟ ممكن تلاقيه مثلا بقط كتير قوي موجود في الاسانسيرات القديمه. الاسانسيرات القديمة اللي انت تحسها ازاي؟ اللي هي مش شغالة بانفرتر او مايكرو كنترولر،
بتحسها بإيه؟ لو أنت بدأت تطلع من الأسانسير بتلاقي الأسانسير بتحس إن الكابينة بتتحرك فجأة كده، تمام؟ وأنت بتقعد بتلاقيه بينتش كده منك وبيقف. هو بيبدأ الأول بسرعة، السرعة الوطيدة 750، وبعدين ينقل على السرعة 1500، ولما يجي يوقف يرجع تاني ينقل على 750 ويعمل فرمال. ليه مش بيعمل فرمال عند السرعة العالية أو كده؟ طبعا عشان الفرمالة هنا ممكن تكون ميكانيكية، فالفرمالة الميكانيكية بتبقى كلاتش ميكانيكي كده، وطبعا كل الطاقة دي بتروح على هيئة احتكاك، فالاحتكاك بتاعك ده ايه، طبعا لو كانت السرعة عالية يبقى احتكاك أعلى وهكذا، فبالتالي هي هتتاكل، حتة المطاط دي هتتاكل مع الوقت وبتاع. فهو بيفضل انه يعمل فرمالة طبعا على سرعة واطية، ولازم ننقل على السرعة العالية عشان الأسانسير يطلع بسرعة. فده موجود، ممكن تلاقي مثلا في الورش مثلا بيبقى يعني على السرعة الواطية، بيبقى مثلا في الخراطة أو حاجة مثلا بيعمل حاجة معينة، السرعة الواطية بيعمل حاجة تانية. مثلا موجودة ممكن تلاقيها في الغسالات القديمة، الغسالات القديمة اللي أنت ممكن بتكون مثلا اللي هي شبه دورة خفيفة، دورة مثلا تقيلة ولا حاجة، دورة خفيفة بيلف مثلا بسرعة واطية أو أيا كان. يعني ممكن ده عشان العصر، ده عشان الغسيل بس، ده سرعة عالية سرعة واطية وهكذا. ده مش هتكلم فيها ولا ايه مسائل بالنسبة له. ده بيبقى بالنسبة لي ده الطريقة الأولى اللي أنا هتحكم فيها بالسرعة بتاعتك، إن أنا أتحكم في الـ NS. تاني طريقة اتفقنا إن أنا أتحكم فين؟ في السليب بالنسبة لك، إن بيساوي 1 ناقص S في الـ NS. أتحكم في السليب إزاي؟ قال لك أول طريقة بتحكم في الجهد اللي داخل الستيتور، ستيتور فولتج كنترول. شوف انا كنت بعمل ارميتشر فولتج كنترول، بس هنا الستيتور كنترول بتحكم في الجهد اللي داخل. فتحكم في الجهد اللي داخل ده ازاي؟ قدامك حاجه من الاثنين، طبعا هنا مثلا الروتور ده الستيتور، يا اما بتجيب هنا ترانسفورمر اوتو ترانسفورمر وتقعد تعدل في البكره بتاعته بحيث ان الجهد اللي طالع هنا يبقى قليل. دي اول طريقه. ثاني طريقه ممكن تستخدم مقاومات، يعني ستيتور سيريز ريزيستنس في الستيتور، او رياكتور، او عشان ايه، عشان هنا مثلا بيبقى فيه لوسز رياكتور او مش فيها لوسز وهكذا. فانت عندك كذا طريقه، بس اللي احنا بنشتغل على نفس الشيت بتبقى ستيت اوف فولتج كنترول، اللي انا بتحكم في الجهد اللي داخل. الطريقه بقى زي ما اتفقنا اوتو ترانسفورمر. طب لما هتحكم في الجهد اللي داخل، طبعا انت متحكم في الجهد اللي داخل، انت عارف ان التورك بتاعه يتناسب مع فيتر، التورك يساوي 3 على اوميجا اس دي 1 سكوير على مش عارف مجموع المقاومات في ار 2 داش على اس وهكذا. تركب يتناسب مع ايه؟ مع البيتر بي. فانت هتلاقي نفسك لما تورك مع السبيد مثلا، ده الشكل بتاعي الاساسي او ايا كان، يعني عشان بس ايدي مثلا او كده. فعلا لما تيجي تقلل ده في ريتد، ما تيجي تقلل بقى الايه الفولت، تلاقي ان الشكل بتاعك نازل كده كده وهكذا. ده كل ما قللت الايه طبعا التورك ماكسيم بيتغير، مش شكل ما هنقول في الروتور لما اضيف في المقاومه في الروتور، ما كانش التي ماكس بيتغير، انما هنا التي ماكس، لان التي ماكس بيعتمد على الفي البي. طبعا هي الفكره كلها هنا ايه بقى، مثلا نرسم واحده كمان كده او حاجه. طبعا هنا مش هبان قوي، لو انت مثلا استخدمت كونستانت تورك لود طبعا عشان يبقى لازم يبقى الستارتنج بتاعه اقل من اقل حاجه، عشان يبقى ايه، عشان يشيل يعني ده يشيله لازم التورك ده الستارتنج اعلى من تورك الحمل ده مثلا. يبقى كده، يبقى انت هنا ده نقطة تقاطع العزم المحرك مع عزم الحمل، يديك الاوبريتنج بوينت ده عزم الحمل اللي هو كونستانت تورك لود، يبقى كونستانت ثابت مع تغيير السرعة هنا وهنا وهنا، فتلاقي او هنا وهنا، فتلاقي ان السرعة بتاعتك الرينج بتاعها قليل. قال غالبا ان الستيت فولتج كنترول ده بيستخدم مع الاحمال الفلودز. ليه الفلودز؟ عشان في الفالود التورك بتاعك بيتناسب مع ام سكوير، ده طبيعه الحمل بتاع احمال الايه، الاحمال المرام، ان انت التورك يتناسب مع ام سكوير، فتلاقي شكل التورك سبيد كيرف بتاعها عامل كده. فعليه تلاقي ايه اللي بيحصل، تلاقي هنا ده السرعه اهي، سرعه هنا اهي، سرعه هنا اهي، سرعه هنا اهي. فانا قدرت اتحكم في رينج كويس من السرعات، ده بناء او اللي ساعدني في ده الايه، الحمل بتاعي اللي هو الفالود. تمام، كويس الكلام ده، مفيش مشكلة بالنسبة لي خالص. فأنت طبعا واخد بالك إن الأوبريتنج بوينت هنا إيه اللي بيحصل للستيب، الستيب بتاعك بيتغير، هنا الستيب كان مثلا بزيرو، هنا بقى الستيب أعلى شوية أعلى شوية أعلى شوية، فأنا كده بغير من إيه؟ من الستيب. دي الطريقة اللي إحنا قلنا عليها، أنا بغير في قيمة الستيب، يبقى أنا بغير في قيمة الستيب وبالتالي السرعة بتاعتك بتتغير نتيجة تغيير
الاس، لان الان اس بتاعك ثابت بقى دلوقتي 120 في اف على 2 بي، يبقى الان بتاعتك اللي بيحصل فيها الان بتاعتك هتطول. حلو قوي الكلام ده، حلو قوي 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 الكلام ده. نشوف بقى المسائل اللي في الجزئيه دي. تمام، المسائل اللي في الجزئيه دي يعني مسائل يعني سهله، بس المسائل دي فيها مشاكل سيكا. المسائل دي بتقول لي انا عندي 2.8 كيلو واط، 400 فولت، 50 هرتز، 4 بول، 1370 دلتا كونكتد. حلو، دلتا كونكتد طبعا ده الان ريتد بتاعتك 1370، احنا شغالين اندكشن بقى يعني. كاري كيج اندكتر موتور، هات ار 1 ار 2 داش اكس 1 اكس 2 داش اكس 2 او داش ستاند ستيل واكس ام. الموتور سبيد از كنترولد باي ستيتور فولتج كنترول، يبقى بتحكم في الفولت بس. طبعا في فرق، بتحكم في الفولت، بتحكم بالانفرتر، بتحكم بي على اف بيساوي كونستنت. درايفنج افال لود، تعرف من هنا التورك بتاعك بيتناسب مع ان تربيع على طول حتى لو ما قالكش. ترانز ات ريتد سبيد وريتد فولت، ده بيشيل حمل فاللود وشغال عند ريتد سبيد وريتد فولت. عايز الموتور تيرمينال فولت، عايز البي، وعايز الكرنت، وعايز التورك لو انا شغال دلوقتي عند 1200 ار بي ام. قالك والله بكل بساطه تي 1 على تي 2 بيساوي ان 1 على ان 2 الكوليتر بي. تي 1 على تي 2 ان 1 1370، ان 2 1200 الكوليتر بي. يبقى انا كده جبت علاقه بين تي 1 اللي في دي. عايز تي 2 عند السرعه ال 1200، جيب هات تي 1 عند الريتد. طب تي 1 هجيبها عند الريتد ازاي؟ تمام خلاص بقى، تي 1 بيساوي 3 على اوميجا اس بي 1 سكوير على طبعا درفيز، وهنا دلتا، يبقى ده 400 تعوض بيها عادي، مفيش اي مشكله خالص. ار 1 زائد ار 2 داش على اس زائد طبعا تربيع اكس 1 اكس 2 او داش كل تربيع في ار 2 داش على اس. انت محتاج اول حاجه الاس دي هسميها اس 1 عشان في حاله ثانيه، يبقى اس 1 ان اس ناقص ان ار على ان اس 1500 ناقص 1370 على 1500. تجيب الاس من هنا مش فاكر 0.8 مثلا 6.7، تعوض بيها بقى هنا وانت معاك ده كله. تعرف تجيب من هنا ايه؟ تي واحد ما فيهاش اي مشكله، تقريبا 48 واحد اتنين ستة نيوتن متر. ها محتاج ايه؟ محتاج اجيب تي 2. طب انا خلاص يا عم هات تي 2، تي 1 دي هتطلع لك 48 واحد وستين ستة، 8.4 2 6 طلع لك تي 2 من هنا كام؟ 36 92 من 100 نيوتن متر. طبعا انت محتاج ايه كمان؟ محتاج التيار، محتاج الفولت. انا لو معايا التورك فانا ممكن اقول تي 2 3 على اوميجا اس وفي 2 فيز تربيع على ار 1 زائد ار 2 داش على اس 2 تربيع زائد اكس 1 زائد اكس 2 وداش كل تربيع فار 2 داش على اس 2. طبعا انا مش معايا اس 2، لا معايا اس 2 عادي، انا ان اس ناقص ان ار على ان اس في الحاله دي 1500، وان اس ان ار في الحاله الثانيه 1200 على 1500 تديك 300 على 1500 يعني 1 على 5 يعني 2 من 10. يبقى معاك اس 2، عوض من هنا كله معاك الا ال في 2 فيز تربيع. تعرف تجيب من هنا الايه؟ ال في 2 ما فيهاش اي مشكله خالص، تطلع لك قيمتها معرفش قيمتها تطلع كام، ما علينا يعني. محتاج التيار ده طبعا احنا اتفقنا ان هو التيار بتاعي ده لو انا الابروكسيميتد، طبعا احنا شغالين زي ما قلنا التورك يبقى ابروكسيميتد سيركت. وهنا طبعا مفيش غير اكس ام، مفيش ايه، مفيش اسمه ايه ده، مفيش ار سي بتاعت الكور وصل ده اي 1 اي نود اي 2 داش ار 1 ار 2 داش على اس واحد اكس 2 او داش، وهنا ال في 1 اللي انت حسبته. طبعا احنا بنشتغل ده بالفيز، فاضطر لا يطلع هنا بالفيز. هتحط طبعا عشان اللاين تو لاين، يبقى التيار بتاعك التيرمينال في حاله الدلتا بيساوي جذر 3، مضطر انت تطلع له اي 1. طبعا اي 1 هو مجموع ايه؟ اي نود زائد اي 2 داش. طب اي 2 داش دي 1 على المفروض بقى ايه؟ ار 1 زائد ار 2 داش على اس زائد جي اكس 1 زائد اكس 2 داش. طبعا انت هتعرف تجيبه، اي نوت
بي واحد على جي اكس ام، تجمعهم على بعض يبقى اي اتنين دال زائد اي او بيساوي اي واحد. طب عايز اي ترمينال جذر 3 في الاي واحد. اظن كده المسألة ان شاء الله ما فيهاش اي حاجة. تاني حاجة بقى بالنسبة لي، ودي اللي فيها رخامة شوية، عايز ال N وال I والتورك لو الفولت بتاعك بقى 300 فولت. هتجيب ال N ازاي؟ ال N بيساوي 1 ناقص S في ال N S. مع ال N S يبقى انا لازم احسب ال S في الحالة الجديدة. تمام، انا معايا T2 على T1 بيساوي N2 على N1 كل تربيع، مبقاش بقى معايا N-ات. ما ممكن اقول ايه، او بقى اخليها 3 بحيث انها حاله جديده كيس 3 او كيس 2. تي 3 على تي 1 ان 3 اللي هي 1 ناقص اس 3 في الان اس، 1 ناقص اس 1 في الان اس، كل ده تربيع. طبعا ده يروح مع ده. طبعا انت معاك الاس 1 اصلا كنا حاسبينه، والتي 1 معايا. تمام، يبقى دلوقتي تي 3 داله في ايه؟ تي 3 داله في الايه؟ في اس 3. طب ما تي 3 برضه بتساوي زي ما اتفقنا 3 اوميجا اس في فيز 3 تربيع على ار 1 زائد ار 2 داش على اس 3 تربيع زائد اكس 1 زائد اكس 2 او داش تربيع في ار 2 داش على اس 3. تي 3 اشيلها من هنا واحط مكانها القيمه بتاعتها اللي هي بقى المفروض تي واحد، واحد ناقص اس تلاتة، واحد ناقص اس واحد بكل تربيع. تمام، طبعا ده معاك يبقى كل ده، وطبعا دي معاك بتلتمية. طبعا كل ده دالة او فانكشن في ايه بس؟ في الاس تلاتة بس. طبعا ايه يعني فانكشن يعني زي الزفت. طبعا دي هتتحل بشيفت سولف، فانا ما جربتهاش للامانه. لما يعني لو فيها مشكله ولا حاجه بحد يبقى تكتب المعادله كلها، تحط الانيشال كونديشن. طبعا بالنسبه لك ايه؟ الاكس بصفر، انت هتحطها لان ان شاء الله هي هتبقى قريبه منين؟ من الاس بايه؟ بيساوي صفر. تمام كده. طبعا انت هتجيب التور، جبت التو قصدي جبت السليب 3، بما انك جبت الاس 3 هتعرف تعوض هنا تجيب التي 3. عايز الان 1 ناقص اس 3 في الان اس، جبت الان يبقى معاك ان وايه؟ والتي. عايز طبعا التيار، هتشتغل بقى نفس الشغل اللي انا كنت شغال معايا، الفي تقسم الفي على البرانش كله تجيب اي 2 داش، تقسم الفي على جي اكس ام تجيب اي نود، تجمعهم على بعض يبقى جبت الايه؟ الاي واحد بالنسبه لي. يبقى كده المساله رقم 3، دي اصعبهم. المساله الثالثه، تمام، المساله الثالثه فيها اختلاف بس، او المساله الرابعه معلش فيها اختلاف بسيط هجيبها لك دلوقتي. المساله الرابعه عندي ماشي، وعاء 40 فولت 50 هرتز 3 فيز 4 بول، فوتو ريزيستنس والرياكتنس ستيل ستيل، مديني الايه؟ الرياكتنس منسوبه للستيتور او الروتور، منسوب للستيتور يعني مديني ار 2 داش واكس 2 او داش. تمام، قال لي اهمل فول السليب بتاعك ب 4% ده في الحاله الاولانيه، نجلكت الستيتور ريزيستنس والليكج رياكتنس. طبعا ده عشان اعرف اتعامل مع ايه؟ مع قوانين، بس ههمل فيها ار 1 واكس 1. يعني انا عايز اجيب التورك 3 على اوميجا اس دي 1 تربيع على ار 2 داش على اس زائد، طبعا ده تربيع، زائد اكس 2 او داش تربيع في ار 2 داش على اس. شلت بقى ار 1 طبعا من هنا واكس 1، فبقت الدنيا اسهل يعني. بيقول لي طبعا هو مديني السليب ب 4%، تعرف تحسب الان اس، الان اس قصدي هنا يعني 4 بول 50 هرتز يبقى 1500، تعرف تحسب قصدي الان ار 1 ناقص اس في الان اس، تعرف تحسب ايه؟ ان ار بالنسبه لك. تمام، فبقول لك how much stator voltage should be reduced to get speed of 1200. يعني في الحاله الثانيه ان 2 بكام؟ ب 1000، عايز ال V. تمام، لو load torque remains constant، يعني تي 2 على تي 1 بيساوي constant، يعني تي 2 على تي 1 بيساوي constant، اشتغل يا عم عادي. معاك ان 2 يبقى ان 2 1 ناقص اس في ال ان اس، او ال ان اس في الحاله دي بكذا. جبت ال ان اس في الحاله دي يبقى تي 2 بيساوي 3 على اوميجا اس في 2 تربيع على ار 2 داش على اس 2 تربيع زائد اكس 2 او داش في ار 2 داش على اس 2. طبعا انت حسبت اس 2 ما فيهاش حاجه، وتي 2 هو هو تي 1 اللي انت هتحسبه منين؟ من هنا. تمام، طبعا يبقى معاك ده كله داله في الفي 2 بس، تعرف تحسب من هنا ايه؟ الفي فيس 2 بتقريبا 143.7 من 10 فولت.
طب لو انا شغال بعد كده لود تورك فيرز وسكور وسكور اوف سبيد، يعني اتنين على تي واحد بيساوي ان اتنين على ان واحد الكل تربيع، طبعا هتعرف تجيب بقى علاقة بين تي اتنين وتي واحد، وبعد كده تعمل نفس اللي احنا عملناه ده كله مفهوش اي مشكلة. طبعا ال دي برضه في الحالة التانية ديت هجيب لك قيمتها اهو، ال دي في الحالة التانية بيساوي 119.7. مسألة خمسة على نفس برضه الكلام. مسألة خمسة هنشوف لك فيها أي حاجة ولا لأ. مسألة خمسة اهي، 140 فولت 200 هرتز 3 في 6 فولت، تن 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 روتر ريزيستنس والسنسر رياكتنس كذا وكذا، يعني ار 2 داش واكس 2 او داش، السليب بتاعك 4%، نجلكت الستيتر والروتيشنال لوس وحفرت، اوبريتنج سبيد اوف موتور وين ستيتر فولتج امبريسد از ريدوسد. يعني مديني الفولت هنا، ما فات كان مديني السبيد، وعايز هنا اللود تورك بتاعك، او عايز اوبريتنج سبيد، عايز السبيد في الحاله الثانيه. عكس، كان اديني السبيد المره اللي فاتت وعايز الفولت، اداني هنا الفولت عايز السبيد. طبعا قال لك الفريكونسي مانينج سيم، يبقى انت شغال ستيتور فولتج كنترول، واداك برضه الحالتين، لو اللود تورك كونستانت يعني تي 2 هتشرب تي 1 وتبدا تشتغل في القانون وتجيب من هنا الاس، وبعد ما تجيب الاس تجيب الان بيساوي 1 ناقص اس في الان اس، او تي 2 على تي 1 بيساوي ان 1 او ان 2 على ان 1 في كل تربيع. تعرف تحسب ال تي 2، تعرف تحسب الاس، تعرف تحسب ال ان 2. طبعا هنا ال ان في الحاله الاولانيه في ايه، ال ان هتطلع لك، و بي ال ان هتطلع لك في الحالة الأولانية، لقينا تطلع لك ب 906، في الحالة التانية لقينا هتطلع لك ب 917.8. ده بالنسبة للجزء الخاص بالستيتور فولتج كنترول. طب إيه تاني؟ قالك والله أنت عندك، لو أنت شغال، لو أنت عندك واوند روتر. طب ما الواوند روتر يا عم، إحنا قلنا إيه؟ الواوند روتر ده أنا كنت بستخدمه لو أنا عايز أخلي التي ستارتنج عالي. كنت بعمل ايه؟ قلت لك انت عندك الفا بتساوي ار 2 داش على اكس 2 او داش، بيبقى عندها الاس بي. فلو مثلا ار 2 داش على اكس 2 او داش بتساوي 2 من 10، يعني التورك الماكسيمم هيبقى عند سليب بكام؟ 2 من 10. ادي الشكل بتاعي عامل كده، تمام. يبقى هنا الماكسيمم ده عند اس بي بكام؟ 2 من 10. طب والله انت عندك امكانيه انت تزود في الروتور، ادي الروتور بتاعي اهوت اللي هي ار 2 داش اهيت، وعندك 3 سليب رينجز هما، والسليب رينجز دول ممكن تخرجهم على بقى ايه، عندك مقاومات اهيت، مقاومات متغيره تعرف تضيفها عشان تغير في تورك الستارتنج، ونشوف كمان ممكن اتحكم فيها في السبيد، او تبقى طريقه من طرق الستارتنج عشان تقلل الستارتنج كرنت. طبعا ده لازم يبقى فيه شورت في النهايه، عشان لو مفيش شورت يبقى الروتر بتاعك مش هيمر فيه تيارة، بالتالي مش هيجيب فيلد، بالتالي مش هيعمل تورك مع يتفاعل مع الستيتور يدور الآلة بتاعتي، تمام كده. ده بالنسبة للروتر. هضيف مقاومة هنا ار اد داش، ماشي. بعد ما اضيف المقاومة دي يبقى ال اس بي اللي هيحصل فيه مثلا بدل ما كانت 2 من 10 يبقى 4 من 10، يبقى التورك الماكسيموم جديد هيبقى فين؟ 4 من 10. يبقى هتبقى الشكل عامل كده مثلا. شكل عامل كده. ممكن تزود كمان كده، ازود كمان يبقى كده، يبقى دي مثلا عند 4 من 10، دي 6 من 10، دي يقول عند الالفا بواحد عشان الستارتنج هو هو التي ماكس. طبعا ده لازم يبقى متساوي كده، تي ماكس متساوي، لان التي ماكس ما بيعتمدش على قيمة الار 2 داش، تمام. فعليه احنا كنا عايزين نقول ايه اصلا من الكلام اللي احنا بنقوله. عليه انا ببص من هنا، لو انا اتحكمت في قيمه المقاومات اللي هنا، وكان عندي برضو حمل مثلا سواء هو كونستانت تورك لود كده او فال لود كده، يبقى انا اتحكم في الاوبريتنج بوينت اهي، تبقى اتحكمت في السبيد بتاعتك غيرتها. يبقى انا ممكن من الطرق اللي انا بستخدمها في تغيير السرعه بتاعتك ان انا ده في الواوند روتر فقط، لان مش هتعرف تضيف مقاومات غير في الواوند روتر في الروتر بتاعك، تمام؟ ماشي، مفيش مشكلة كده. يبقى أنا هضيف مقاومات، المقاومات ديت هتخلي لي إيه السرعة بتاعتك تتغير، أو الستيب بتاعك يتغير برضه، أنا بتحكم كده في إيه؟
في الاس، وهناك هتحكم في الاس وهتحكم في الان بتاعتك اللي طالعه. مسألة رقم 6 نبص عليها نشوف. مسألة 6 بيقول عندي 400 فولت 4 فول 50 هرتز delivers its rated load 10 كيلو وات at 1450، يبقى ده البي ديفلوبد بتاعي 10 كيلو وات والان ريتد 1450 ار بي ام. هذا الروتور ريزيستنس بير فيز يبقى مديني الار 2 داش هعتبرها داش 3 او ان اكسترا ريزيستنس اوف 2 اوم از كونكتد ان افري ايه فيز، يبقى ار اد داش يساوي 2 اوم في كل فيزه من الفيزات دي. عايز السبيد بتاعه الموتور اسيوم كونستنت تورك، يعني التورك في الحاله الثانيه هو هو التورك فين في الحاله الاولانيه، مفيش اي مشكله بين بالنسبه لي تمام. طب التورك في الحاله الاولانيه ده انا شغال عند الريتد وما كانش فيه مقاومه، وبعد كده عملت الار اد داش اللي انا ضفتها دي تمام. طبعا هنا بما انه ما ادانيش اي حاجه فانا هعتبر ان انا شغال نيجلكتنج الايه ار 1 والاكس 1، يبقى انا عارف ان التورك 1 بيساوي 3 على اوميجا اس في 1 سكوير على ار 2 داش على اس زائد تربيع طبعا زائد اكس 2 او داش كل تربيع ار 2 داش على اس. طبعا انا شغال في الحاله الاولانيه بحط 1. طبعا انت معاك الاس 1 هتجيبها منين؟ اس 1 ان اس 1500 4 فول 50 هرتز 1450 على 1500 طلعت الايه اس 1 طبعا 50 على 1500 شوف طلعت الاعداد كام، يعني تقريبا تلت فزيرو 3 باين حاجه معايا ده ومعايا ده ومعايا ار 2 داش ومعايا ار 2 داش دي 1 سكوير معايا 400 على جذر 3 عشان ما قاليش اي حاجه، يبقى انا استخدمه ستار اوميجا اس 2 باي في الان اس على 60 1500 يبقى باقي لك اكس 2 او ده. طب انا ما ينفعش اعرف اجيب التي 1، طب ما انا مديني البي ديفلوب 10 كيلو وات 10 في 10 في 3 بيساوي التورك ديفلوبد في الاوميجا. ما الاوميجا انا معايا بكام؟ ما هو 2 باي في الان ار اللي هي 1450 على 60 تمام؟ يبقى تعرف تحسب من هنا ايه؟ التي دي بتاعي. حسبت التي دي اللي هو التي 1. عوض هنا تعرف تجيب اكس 2 او داش يطلع لك قيمته بكام؟ يطلع لك قيمة الاكس 2 او داش 7 6 3 اوم لكل فيز. يبقى انا في الحالة الثانية تي 2 اللي هي بتساوي تي 1 اللي انت حسبته 3 على اوميجا اس ضفت مقاومات في الاي الروتور يبقى ار 1 او ار 2 داش زائد ار اد داش على اس الكل تربيع زائد اكس 2 او داش الكل تربيع ار 2 داش زائد ار اد داش على اس. طبعا دي اس ايه في الحالة التانية لان بقى دلوقتي كأن المقاومة بتاعت الايه الروتور بالنسبة لك هي ار 2 داش زائد ار اد داش، فطبعا هنا بتنقسم على اس وهنا كمان بتتقسم على اس بالنسبة لك فيهم كونستانت تورك زي ما قلنا تي 2 بيساوي تي 1 تمام. انا عايز اجيب السبيد، يبقى لو جبت اس 2 اعرف اقول ان الان بيساوي 1 ناقص اس فين؟ اس 2 بتاعتك او ان او اس 2 ان اس. تعرف تجيب السرعة هنا مفيش اي مشكلة تطلع لك 1117 ار بي. ده بالنسبة للمسألة رقم 6. مسألة رقم 7 3 فيز 440 هنقول بس فكرتها سريعا 50 هرتز مديني بقى ايه؟ ده السرعة الريت في الحالة الأولانية وطبعا السرعة الريت في الحالة الثانية، ويقول لك إيه؟ هيقول لك والله تاخد بالك من حاجة، أنا مديك الـ measured resistance between two slip rings 400 أوم، يعني المقاومة بتاعتك أهيت ده الـ slip ring وده الـ slip ring وده الـ slip ring مثلا شكل كوكي، أنا مديك المقاومة اللي هنا يعني كأني مديك المقاومة بتاعت إيه؟ 2 R2. يبقى 2 ار 2 بيساوي 4 من 100 يبقى ار 2 بيساوي 2 من 100 بس ده ناحيه الروتر لان هو حاسبها عند السليب رينج، فتلاقيه مديك تيرنز ريشيو، يعني انت عايز تجيب ار 2 داش تقول ار 2 على اي تربيع يبقى ار 2 اللي هي 2 من 100 على اي 1 وربع كل تربيع. طبعا احنا عشان بننقل منين؟ بننقل بننقل معلش هيبقى ار 2 داش بيساوي ار 2 في اي تربيع
ار 2 في ايه تربيع، لانك بنقل للروتر مش بنقل، قصدي بنقل للستيتور مش بنقل للروتر. يبقى 2 من 100 في 1/25 كل تربيع، يبقى جبت ار 2 داش. تمام كده شغال عادي. الموتور درايفز فان درايفز افان، يبقى تي 1 على تي 2 بيساوي ان 1 على ان 2 كل تربيع. دي كان اهم حاجه بالنسبه لي في المساله. 110 كيلو وات طبعا، ديت هتروح تجيب منها ايه زي ما اشتغلنا في المره اللي فاتت اكس 2 او داش، وبعد كده تشتغل على السرعه الثانيه تعرف تجيب الاس 2، الاس 2 تعرف تعوض في القانون تجيب التورك في الحاله الثانيه بتاعتك. هو نيجلكتنج طبعا الليكج رياكتنس والريتشنال لوسز وكل الكلام ده، فما صرفش اي حاجه، هجيب اكس 2 او داش يطلع لك 0.5036. طبعا عايز قيمه المقاومه اللي انا هضيفها عشان تخلي لي السرعه بتاعتك 1175. معلش طبعا انت القانون بتاعك في تي 2 هيبقى بيساوي مثلا 3 على اوميجا اس في 1 تربيع، طبعا عشان ده ما اتحكمتش فيه، ار 1 ار 2 داش زائد ار داش على اس 2 الكل تربيع زائد اكس اكس 2 او داش لان في اكس 1 في ار 2 داش زائد ار داش على اس 2. طبعا اس 2 انت هتحسبه من ان ار، وهتعرف تجيب من هنا الار ار اد داش. عايز بقى انت تجيب الار اد مش ار اد داش، يبقى الار اد هتسيبها بتساوي ار اد داش دي اللي على ايه تربيع، فانت بتنقل ناحيه الروتر الثاني. معلش دي كانت لخبطه مش تجيب الار من هنا تقريبا هتطلع ار من هنا 0.6143 اوم. طبعا ده المقاومه بتاعتك لكل فيزه من الفيزات. اخر مساله عندي او تقريبا ان شاء الله يعني. اخر مساله عندي 10 كيلو وات 400 فولت 3 فيس 6 بول 50 هرتز سبرنج اندكشن موتور از ماكسيمم تورك التي ماكس على التي فول لود بيساوي هاز 2 تي ماكس على التي فول لود بيساوي 2. طبعا المساله دي كلها بس اللي انا عايز اقوله فيها ان هي او بيقول لك ايه، بيقول لك لو انا السليب بتاعي كان ربع، لو انا ضفت روتور ريزيستنس طبعا السليب بتاعك كان ربع. روتور ريزيستنس از انكريز 2-4 تايمز، يعني المقاومه بتاعتك انت عندك الفا بتساوي ار 2 داش على اكس 2 او داش، دي كانت طالعه باكس ده اللي هو عنده الاس بي. دلوقتي قال لك الار 2 داش دي بقت اربع اضعاف قيمتها، يعني 4 ار 2 داش على اكس 2 او داش دي ايه؟ انا يعني شغال هنا اس بي 1 يبقى هنا ده الاس بي 2 اللي هو بتساوي الالفا. ففي الحاله ديت ده هيطلع بكام؟ 4 اكس. في الحاله دي بس كلها عايز اقول لك ان اس بي 2 هيبقى 4 في الاس بي 1. تعرف تحل المساله ما فيهاش اي حاجه بالنسبه لك. هو المطلوب من هنا ان انت تحسب ايه؟ تحسب قيمه التي ستارتنج 2 تقريبا، و مش عارف بقى تي فول لود 2 ولا ايه ما تفهمش. فتي ستارتنج 2 هيطلع من هنا 197 نيوتن. طبعا كده خلاص ان شاء الله يكون سيكشن بسيط. ومعلش انا كنت يعني متبرجل عشان في كام حاجه كده حاصله يعني، فان شاء الله يكون السكشن كويس باذن الله.